عايزين نعرف من حضرتك الهدف من التصميم اللي انتم مصممينه ده، والهدف منه ايه في مؤتمر المناخ؟ الفكرة طبعا هي عن عرفها بنفسك الاول معلش. محمد عبد العزيز محاد الفني التشكيلي. هي الفكرة من التكوين نفسه ان هي فكرة اعادة التدوير او ريسايكل، اللي هي الخامات اللي موجودة في البيئة بنحاول ندورها او نعمل منها تكوين بشكل نحتي، بدون ما تكون الحاجات دي طبعا مضرة بالبيئة، يعني ملهاش تأثير سلبي على الأجواء مع درجة الحرارة والرطوبة. بنعمل منها التكوين، بيكون طبعا التكوين ده مجمله في النهاية بيكون صديق للبيئة.